حياتنا تتكون من لحظات ومواقف وذكريات مميزة، لو ما عشناها ما حنحس بقيمتها. ومن دي اللحظات لما تفتح عينك للدنيا لأول مرة وأول إنسان تشوفه هي مامتك. لحظات صعب نعبر عنها لكن مستحيل ننساها، وبسبب كل اللحظات والمواقف دي اتكونت شخصياتنا، والفضل كله يرجع لأمهاتنا. أمهاتنا هم اللي كانوا معانا من أول خطوة خطيناها، أمهاتنا اللي تعبوا وربوا وسهروا وضحوا عشاننا. بس الأهم من ذا كله، أمهاتنا اليوم صار دورهم أكبر من كده. الأم صارت الأخت والرفيقة اللي أبداً ما نقدر نستغنى عنها، تحاول تفهمنا وتحاول تفهم طريقة تفكيرنا عشان تكسر كل الحواجز وتبني علاقة قوية معانا. كلنا نقدر تعبك ومجهودك معانا، ونبي نقول لك بصوت واحد: شكرا يا أمي، شكرا لكونك أختي وصحبتي، الله يخليك لي يا رب. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تسهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. مررت بخطر الذكرى، عبرت وظلت الذكرى. I'm gonna